وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. في الفيديو غادي نشوفوا واحد التقرير كبير من قناة عربية حول خط انبوب الغاز نيجيريا المغرب اللي فاز به بطبيعة الحال المغرب واللي كيدعموا الاتحاد الاوروبي. غادي نشوفوا التكلفة ديالو، غادي نشوفوا مدة الانجاز ديالو، غادي نسمعوا بزاف ديال المعلومات. نخليكم مع الفيديو، نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. اهلا وسهلا بكم في ثاني ملفات الارتداد شرقا وسط أزمة الطاقة في اوروبا. ذكرت دراسة أن إمدادات الغاز الأفريقي من خلال مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب كفيلة بتعزيز الاستقلال الطاقوي لأوروبا وضروري لتحقيق استقلاليتها الاستراتيجية. 8 أشهر منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، 8 أشهر غيرت وجه العالم وخاصة في أوروبا. فدول التكتل الأزرق التي تشتد فيها أزمة الطاقة حالياً تسببت أسعار الغاز المرتفعة فيها مقارنة بدول العالم بموجة انتقادات داخلية وسخط شعبي بالغ. التوتر الداخلي نتيجة نقص موارد الطاقة تفاقم بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز عن القارة العجوز رداً على تشديد العقوبات على موسكو بسبب الحرب. الأوضاع الصعبة دفعت الدول الأوروبية للعمل كلا على حدة لضبط ميزانها الداخلي، فأعلنت ألمانيا حزمة مساعدة ضخمة لقطاع الطاقة بلغت 200 مليار يورو، فيما حددت فرنسا سقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء عند نسبة 15%. لكن تلك القرارات الأحادية أثارت استياء الدول الأوروبية الأخرى التي تواجه عثرات اقتصادية بالفعل. لسنوات طويلة كان لروسيا اليد العليا فيما تقدمه من واردات الطاقة الضخمة للتكتل، إلا أن الحرب دفعت دول الكتلة للبحث عن سبل تنويع مصادر وارداتها من الغاز، وهو ما دفعها للبحث عن وكلاء آخرين منهم دول عربية وإفريقية. على طاولة الفرص المتاحة برز مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا المغرب كحل أمثل لأزمة أوروبا. يربط الخط غرب إفريقيا عبر نيجيريا إلى المغرب مروراً بنحو 13 دولة أخرى، وينقل نحو 40 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً مع ترجيحات بزيادتها فور اكتمال المشروع. في مايو الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بدأت دراسة الفرص الطاقوية للاتحاد في إفريقيا، وعلى وجه الخصوص برز خط أنابيب الغاز نيجيريا المغرب. وفق الدراسات يحتاج اكتمال بناء الخط لنحو عقدين كاملين، إلا أن ذلك لا يمنع أن تتحرك أوروبا نحو دعمه كفرصة لإعادة تنظيم سوق الطاقة الأوروبية منعا لتكرر الأزمة الراهنة. طيب سيد يوسف، يعني نريد أن نتحدث بشكل أكبر عن الخط، خط الغاز النيجيري. أنت بما أشرت إلى أنه قد يكون مفيد بشكل كبير للدول الإفريقية بالدرجة الأولى وكذلك للمغرب، وأيضا سيمتد نفعه إلى أوروبا، لكن ماذا عن أهم وأكبر المصاعب التي تقف أمام هذا الخط؟ من أهم المصاعب التي تقف في وجه اكتمال هذا الخط هو الاستثمار، لأن لا يخفى أن الاستثمار هو من أهم المعيقات في تطور الطاقة الإنتاجية البترولية في العالم كله، سواء في يعني من مصفات البترول أو يعني في نقل الغاز أو في يعني في الدعم اللوجستي لنقل المواد البترولية وخاصة الغاز. ويعني وكما تعلمون أن العالم واجه تضخم رهيب، حيث أن هذا التضخم يعني اعتبر مثلا في الولايات المتحدة الأهم منذ 40 سنة، وكرد وللحد من هذا التضخم قامت يعني البنك الاحتياطي المركزي الأمريكي وكذلك البنك المركزي الأوروبي برفع نسب الفائدة. هذه نسبة الفائدة وصلت يعني رفع من الأهم يعني منذ سنوات. طيب منذ عشرات السنين. سيد يوسف، هل تعتقد أن هذا الأمر يعني وهو أمر تمويل هذا المشروع سوف يقف عائق أمام إنجازه بشكل مختصر رجاء؟ يعني أنا النقطة التي أريد أن أصل إليها هو أن رفع أسعار الفائدة سيكون حاجز يعني في الحصول على تمويلات.
يعني سيكون عائق. إذن سيكون هناك صعوبة كبيرة في تمويل مثل هذا المشروع. يعني واقع الحال الآن في هذا الخط القادم من نيجيريا نحو المغرب، وهل هناك فعلا رغبة في البدء فيه في فترة قريبة ليكون مصدرا مهما للاتحاد الأوروبي؟ كما تعلمون أن هذا، وكما قال زميلي الخبير، هذا إنجاز هذا المشروع سيتطلب على الأقل عقدين من الزمن، وتكلفته يعني أظن أنها يعني أكثر من 20 مليار دولار. إذن هو خط يمتد على طول 5600 كيلومتر، يعني وهو خط يعني عبر الساحل الإفريقي، يمر على تقريبا يعني 13 دولة، وهذه الدول التي يمر منها هذا الأنبوب هي الدول التي تعد الأقل كهرباء في العالم، يعني لا تتجاوز طاقة كهربتها 50%. يعني أولا سيكون هذا الخط مهم بالنسبة لهذه الدول لإنعاش مصادرها من الطاقة وكهربتها، وكذلك للمغرب بالطبع، وكذلك سيكون مهم لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر إسبانيا. وكما يعلم الجميع أن أوروبا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كانت تتزود بنسبة يعني 3/4 من الغاز الروسي ونسبة 2/3 من البترول الخام الروسي، ولكن مع اندلاع الحرب وبما أن الدول الاتحاد الأوروبي من بين قراراتها هي يعني لا تعتمد يعني مقاطعة الغاز والبترول الروسي، وكرد فعل الإدارة الروسية قامت بتغيير بند أداء كل هذه العقود بعملة الروبل عوض الدولار. ولكن هذه الدول بعض الدول وجدت صعوبة للاستغناء على البترول الروسي، مثلا بلغاريا، هنغاريا، صربيا، حيث اضطرت دول الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص غلاف مالي مهم لتحيين وتكييف هذه المصفات في أخص في بلغاريا وهنغاريا حتى تصير غير معتمدة على البترول الروسي. يعني بالنظر إلى نظرة استراتيجية بعيدة المدى سيد فياض، يعني هل الاتحاد الأوروبي سيدعم مثل هذا المشروع حتى وإن كان يعني يحتاج إلى المزيد من الوقت، لكنه قد يعطي خيارات أوسع بالنسبة للاتحاد الأوروبي ليكون يعني يتحرك في إطار أوسع أيضا من الناحية الاستراتيجية، ويحافظ بشكل أكبر على أمنه الطاقوي كما نصت الدراسة؟ فمثل هذه الأسباب، هل من الممكن أن تدفع الاتحاد الأوروبي للاهتمام بمثل هذه الأنابيب الجديدة من النيجر أو من نيجيريا عفوا، وأيضا الاستثمار فيها؟ أعتقد أن الاتحاد الأوروبي بالفعل سوف يستثمر بهذا الخط، خط الأنابيب، ولكنه لن يمول بناء هذا الخط بأكمله. هذا مستحيل، لأن الاتحاد الأوروبي يعاني من مشاكل مالية كبيرة، وهذه كلفة كبيرة على الاتحاد الأوروبي. بل أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سوف يستهدف مصادر توريد مختلفة. سبق وذكرت ليبيا إذا ما سمح الوضع الأمني بذلك، ولكن هناك أيضا السنغال الذي يطور الآن قطاع الغاز لديه، والذي قد يتمكن من نقل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في مرحلة ما. هناك أيضا المنطقة الشرقية لبحر الأبيض المتوسط، منطقة قبرص وإسرائيل ولبنان، التي قد تطور الغاز أيضا وتنقله نحو أوروبا في مكان ما أو في مرحلة ما عفوا. بالتالي أعتقد أن أوروبا سوف تفضل المصادر الأقرب لها جغرافيا، الأقرب من القارة الأوروبية، لأنه لا يجب أن ننسى كلفة النقل وكلفة الاستثمار في البنى التحتية.
لكن بالنظر إلى كمية الغاز القادم سواء من ليبيا، عندما ننظر الآن مثل هذا الأنبوب قد يوفر تقريبا 40 مليار متر مكعب كحد أقصى من الغاز من نيجيريا، لكن ماذا عن ليبيا؟ ماذا عن الكميات القادمة أيضا من مصر أو من شرقي المتوسط؟ صحيح، أنتم محقون أيضا بذكر مصر، نحن لم نذكر مصر. مصر لديها أيضا قدرات كبيرة، لدينا شركة إني الإيطالية التي تستثمر كثيرا في مصر وقامت باستكشافات متعددة هناك، وبالتالي قد تكون مصر من الموردين المفضلين لأوروبا. أنتم على حق، هناك أيضا احتمال آخر وهو في حال الاتفاق على الملف النووي الإيراني، أن تستخدم إيران منصات قطر من أجل إنتاج المزيد، يعني لكي تتمكن قطر من استخدام المزيد، إنتاج المزيد من الغاز المسال انطلاقا من الغاز الإيراني والذي ينقل إلى أوروبا. ولكن هذا طبعا يعتمد على الاتفاق النووي إذا ما نجح أو لا. إذا ما نجح يمكن أيضا لإيران أن تقدم الفرص الكبيرة ليس فقط عبر قطر بل أيضا عبر أذربيجان، لأن إيران تشترك حدود مع أذربيجان ويمكن استخدام الأنابيب في أذربيجان لتوريد الطاقة إلى أوروبا. أيضا يمكن لإيران أن تستخدم الأنابيب التي تصل بين تركمانستان وأوروبا عبر روسيا، وبالتالي نعم هذه مصادر مختلفة يمكن الاعتماد عليها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.